الإسلامي للبحوث والتدريب إغتي، ثم الدكتور سعيد محافظ البنك المركزي التونسي، ثم سنمر الكلمة إلى الأستاذ عماد الحمامي. والبنوك، نتكلم على البنوك التونسية بالخصوص، بدأت الآن بدينا تفكر معنا على أساس أنه المعيار في المستقبل لإعطاء أو عدم إعطاء تسهيلات مالية لبنك معين هي نسبة المخاطرة، الريسك. فالمخاطرة ودراسة المخاطرة أصبحت هي أكثر فأكثر ذات قيمة في توزيع الموارد المالية المتاحة. وهنا الصرف الإسلامية سباقة. مستقبل تمويل البنية الأساسية هو يعني أساس مرتبط بتمويل خاص عمومي PPP من جهة، ومركز على فلسفة الصكوك. أنا أنادي بإيجاد صندوق عربي جماعي لتمويل حاجيات البنية الأساسية في العالم العربي عن طريق الصكوك. عندنا طلب وعندنا حاجة للاستفادة من تمويل الصكوك، وفما عرض موجود. يعني أنا باتصال مع بعض الممولين عرب يقولوا لي مستعدين غدوة عيطونا نجيو نمولوا، يعني موجود. التمويل الإسلامي هو في مركز مهم في التمويل العصري المودرن، مش حكاية نحب الربا مش ربا، خلي حكاية ربا على جهة. ولذلك ماذا بينا يكونوا عنا تمويل من الخارج اللي ما خلقش دين. ما تعرف يعني التمويل من نوعين، مو ثلاثة أنواع، فما الهيبة ذيك فما شرد، ثم الاستثمار الخارجي كيجي ما عندناش دين، الحكومة مش مدينة لواحد يستثمر خواص، وعندنا الدين اللي تاخذه أنت من مؤسسة عمومية سواء كانت عن طريق ثنائي أو جماعي، هذاك أنت مطالب برد أو باسترداد الأصل والفائدة، يولي دين. مختلفة حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. وعدم الانتظار لأن تأتي الحلول من الخارج بالهدف منها، وهو بناء الثروة وإيجاد الوظائف. يوسف، الجهات المتعاونة، جهات المتعاونة، سمعنا كلمة المنتوج هذا من منطلق منظومة الاقتصاد الإسلامي، ولكن إذا كان نحب إحنا يكون حل لتونس ويكون حل لكل الناس، ممكن نحيو مفردة الإسلامي من طالما هو معروض للجميع. علاش نحب نتمسكوا بأنه هي الصكوك الإسلامي؟ إحنا في بقية المنتوجات الاقتصاد الإسلامي نتحدثوا على الاستصناع، نتحدثوا على معناها الكثير من المفردات ربما تكون جديدة، ربما يكون فيها اختصاص، ولكن فيها البعد الكوني، فيها البعد الكوني اللي يجعل منها حل، وهي حل. أنا اللي يهمني مش ركز بالخصوص كما قلت على الجانب أنها تخدم التشغيل وأنها أداة لتعبئة الموارد، وأن في تونس اليوم في برنامج حكومة الوحدة الوطنية من أولوياتنا الأساسية التشغيل والتنمية، اللي مش يكون من الاستثمار ومش يكون أيضا من محاربة الإرهاب ومقاومة الفساد. وهذا بكله معناها حل الصكوك اللي الآن أصبح داخل في منظومة تشريعية في تونس، وبالتالي ممكن الاستفادة منه. وسيلة لبناء الثروة، هو وسيلة للتوظيف، هو وسيلة للتشغيل، هو وسيلة في المنطقة دون أن يستخدم أي شيء. قيادة في شتى المجالات، اليوم هناك وسائل كثيرة جدا للشباب. احنا ننتظر توصيات ومخرجات هذه الندوة، وكل عمل ممكن باش يطور في هذا الاتجاه ونتفاعلوا معاه. حضر اليوم السيد محافظ البنك المركزي، حضرت من وزارة التكوين المالي والتشغيل، يعني الموضوع عنده علاقة
بالتشغيل، وفما عديد العلماء والخبراء والمسؤولين الأول في المؤسسات المصرفية من تونس وخارجها. مهم ياسر هذه الندوات العلمية، لأنه إحنا في حاجة باش نشوفوا الحلول الأنسب لتحقيق التعافي متاع الاقتصاد متاعنا.